هذا هو احسن مكسب في هذه الدوره بالنسبه لي شخصيا مجيد بوغرة هو احسن مكسب مجيد بوقره هو ايضا يتكون كناخب وطني كبير بتلقيه لهذه الهزيمه ربما الاولى في في مساره التدريبي مع المنتخب حقق كاس عربيه جد قويه اليوم وصل الى النهائي لم يسعفه الحظ في رفع هذه الكاس لكن من وجهه نظري الخاصه هذا هو احسن مكسب لنا ومن وجهه نظري الخاصه ايضا لا يجب على الرئيس سفيزف ان يترك مجيد بوغرة يذهب لا يمينا ولا شمالا اما ان يضمه الى طاقم فني يعني المنتخب الاول مع جمال بالماضي او يكلفونه بالاشراف على منتخب اقل من 23 سنه او ما الى ذلك لان مجيد بوغره علينا ان نستثمر فيه لننتظر يعني نتائج ذلك الاستثمار بعد اربع او خمس سنوات القادمه بحول الله